هو حرام هذوك الانتقادات اللاذعه اللي وجهوا لديك الانسانه. فكتبقى بنت طمحات حققت حلم اللي كانت تحلم به وحرام صافي يعني ربحات شجعوها. انا متاكده هذيك البنت تعطي بزاف ومتاكده انها يعني غتعطي كاع داكشي اللي عندها باش تثبت العكس ديال داكشي اللي الناس يقولوا. فنتمنى لها التوفيق ونتمنى لها تكون سورتو قويه. لا اكيد لا، انا صراحه ما شفتش الحفل، شفت لحظه تتويج وصافي، هي لا فيديو اللي انتشرت بزاف في لي ريزو سوسيو. هو معروف الشكل كيمثل فقط 20%، هي شكلها ما خايبش والله العظيم ما خايبش، هي مالحه عندها حروفها زوينين ومختلف سورتو. شوفي راه كانوا دي زيليكسيون من قبل ديال ديميس لي سميمرات، اي دونك هذاك راه كيبرز واحد شي شويه الجمال المختلف ديالها. ف لا الشكل كله ماشي معيار اساسي. كنوجدوا العرسنا في المغرب ان شاء الله، التحضيرات والعرس كله في يدين دار بن جلون المونيا. ف اون با انكور ديسيدي لا دات، عاد نشوفوا. ضروري من تقاليدو تنشطوا بزاف. والله بصراحه يعني في بزاف يعني شغلات اللي تعجبني في خاصه العرس المغربي، معروف على مستوى يعني من اجمل الاعراس صراحه، في اكثر من شيء جديد يعني، دائما يكون في شيء جديد ويجذب صراحه. فانا بصراحه يعجبني العرس المغربي جدا. والاكل؟ والاكل طبعا الاكل المغربي اللي تعمل ياه ولا انا اللي يعجبني يعني فول سبايسي. بصراحة يعني في قصدك اللي يعجبني شنو يعجبني الأكل المغربي؟ كله يعني جميل جدا، كله يعجبني. أكثر شيء صراحة الرفيسة. رفيسة بحالي. رفيسة بتريد. أنا؟ والو والو أصلا. كيف جيتك في الطياب؟ لا مضبوطة. الله يسمح لك. الله يسمح لك. اي والله هي لا هوايه لا حتى شي حاجه، ما كتبغي تصداق، لا ما عرفت شنو بالضبط، يمكن الجو في المانيا ما فهمتش، ما عرفت، ما تيبغيش يصدق لي جو سي با فيت بوغ سا، ما والو كيك اقل شي يعني، ما بغاش يصدق لي غير الكيك، اما تيتفاجئ اما تيتحرك اما تيبقى خضر من الداخل وطايق محروق من الفوق، ما فهمت شي حاجه. الكيك عندنا معها قصه لا تنتهي. دائما مستمره ومصره لحتى تنجح. كيعاوني بيان سور كنتعاونو، ولكن بجوج بينا وما بغاش تضرب عاد يدين وما بغاش تصدق. والله كيك عاونتكم ياي ورحنا بيها وحق الله، ما عرفتش علاش كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، مرحبا بكم على الدار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.